السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج اليوم يون البرامج القوية جدا في عمل الريندر، وغالبا بعد ما بخلص شغل على البرامج البام زي الريفت او اركاد او بنصدر شغلنا للبرنامج اليوم يون ونعمل عليه الريندر. بس هو في مشكلة حقيقة، الا هو ان هو بيحتاج امكانيات جهاز عالي، فاحنا ممكن نتلاعب على الموضوع دوت بحالتين صغيرين جدا. لو انت عايز تشوف امكانيات الجهاز بتدوس على الزر دوت كمبيوتر سبيد، بيبدأ يقول لك امكانيات الجهاز بتاعتك. انا اول مرة جربت كان الكمبيوتر البروسيسور عندي قليل جدا، عملت بعض الحيل هنشوفها دلوقتي. وبعد ما تخلص بتقول له اعمل ران بنشمارك تاني، فيبدأ يجيب لك اذا كان التحديثات اللي انت عملتها دي فرقت ولا مفرقتش. هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا بقول له ما ترهقش الجهاز بتاعي. تدخل هنا في سيتنج، تمام. انا هنا واخد 100% من امكانيات الجهاز، يعني اديتور ريزوليوشن، يعني انا عايز اكبر دقه. طب العادي لما بنشتغل على اي برنامج من برامج الريندر زي 3 دي ماكس او بنشتغل مبيبقاش شايفين الحاجه، بيبقى مجرد بس ايه شكل كده من غير الماتيريال. ولما بخلص خالص وهو بيعمل ريندر بياخد امكانيات الشغل كويس. فاحنا ممكن مثلا نقللها ل 66%، ودي هتبقى برضو حاجه كويسه جدا. مجرد ان انت تقللها ممكن تخليها 50 25 اثناء ما انت شغال، بس الشغل النهائي او الرندر هيتعمل بشكل قوي جدا، تمام. هنا بوحدات القياس اللي انت شغال بيها، الايرور لوج، تمام، ممكن تشغلها، تمام. اليوزر اناليتكس ممكن تقول له اون او اوف، تمام. ممكن تقول له بقى ريكفري، يعني طبعا لازم تخليها اون عشان الشغل بتاعك ما تلغيش. يوز لارج زامبلز، دي لو انت عايز بتعمل مثلا بتقول له انا عايز اعمل ادراج للشجره او للانسان او حاجه زي كده، عايز الحاجات تطلع شكلها كبيره ولا شكلها صغير، تمام. بس هنا بيقول له الهاي كواليتي 3، عايز هاي كواليتي للشجره ولا لا، فممكن تقفلها بحيث انها تبقى بصوره عاديه، وعند الرندر يعملها بشكل قوي. هنا برضو ديسيبل اوتوماتيك هاي كواليتي بريفيو، تبدا تشوفها التابلت انبوت وهكذا، تبدا تشوف ايه الامكانيات اللي انت عايزها. ممكن تعمل مثلا ميوت للساوند، وفي الرندر هيتعمل بشكل قوي. وبعد ما تخلص الحاجات دي تقول له كمبيوتر سبيد، وتقول له اعمل مره ثانيه البنش مارك، فتبدا بعض الحاجات انت يعمل حساب بتاعتها. طيب في حاجه برضو تانية احنا ما بناخدش بالنا منها بس بتفرق كتير. خلينا نختار مثلا المبنى دوت، الفيلا ديت، خلاص اخترنا ديت. هيبدأ يحملها. هو طبعا البرنامج بيعمل رندر بشكل قوي جدا، فلذلك مساحة البرنامج كبيرة، وفي نفس الوقت بياخد وقت كتير قوي في عمل الرندر. الحالة التانية ان انا عندي ليارات، للأسف ناس كتير ما بتشتغلش موضوع الليارات دوت، بس بيفرق كتير قوي. ان انا مثلا وانا شغال ممكن اجي مثلا انا مش عايز اللير ديت اللي هي الخاصة بالكار والبيبل، فالغيهم. مثلا الباك جراوند اشجار كده، زي ما شايف الحاجة بقت رايقة، حاجات بقت فيها اقل بكتير جدا عن كارت شاشة، فانا ريحت كارت شاشة فهو هيريحني، هيبقى سهل جدا ان انا اعمل زوم بسرعة، ابدأ اشتغل بسرعة. هتلاقي كل هنا بيديني كام فريم في الثانية، 25. لو انت بتظهر كل الفريمات وكل الجودة وبكل حاجة، اكيد الحاجات هتأثر وهتلاقي السرعة بدأت تقل، تمام. معرفش ايه من اللي عمل البحيرة ديت، ممكن اكون انا بس مش فاكر، بدأت الفريمات كام فريم في الثانية يقل. لو انت اظهرت كل حاجة، خلينا نظهر البحيرة ونظهر كله. فموضوع الليارات دي زي ما احنا شفنا، تقدر تضيف لير من هنا، كل عنصر تحطه على اللير بتاعته، هتلاقي بدأ اهي الفريمات تبقى 16 وتبدأ تنزل وهكذا. فالقصد ان موضوع الليارات، موضوع ان انت تدخل في السيتنج وتظبط الاعداد بتاعتك، تقول له مثلا خليها 66 او 100 او هكذا، دي هتبقى بتخفف الشغل وتلاقي الشغل خفيف جدا وانت شغال.